انتي ليش مشغوله انه الناس يحبوني ويتقبلوني؟ ليش؟ اذا انا الاختيار قدامي اني انا اتحرر من العار عشان انا ارتاح واتحرر من العار، ولا عشان الناس يحبوني؟ لا، ابغى اتحرر لاني انا ابغى اتحرر. اذا انا ابغى اتحرر من الخوف عشان انا ارتاح من مشاعر الخوف واخلص منها، ولا عشان الناس يحبوني تقول لا انا ابغى عشان انا ارتاح من الخوف؟ اذا انا ابغى اتحرر من الغضب عشان انا ما اصير كل يوم قاعده على كاني قدر قاعد اطبخ كل يوم فوق النار ومغتمه وغاضبه ومنقهره، ما ابغى هالشعور، ما ابغى اتالم، ما ابغى اتبهدل في حياتي. مو انا ما ابغى اغضب عشان الناس يحبوني. هذا هو المهم، هذا هو اللي المفروض تفكرين فيه، انه انا المهمه، انا المهمه اني انا احب نفسي، اني انا اتقبل نفسي. مو مهم الناس وش وجهه نظرهم. الناس هم على فكره تلقائيين بيحبونك ويتقبلونك لما انت تحبين نفسك وتتقبلين نفسك، لكن برضو حتى هذه مو مهمه. مو مهم اني انا اشغل نفسي اقول انا بصلح نفسي عشان الناس يحبوني، انا بحب نفسي عشان الناس يحبوني، انا بتقبل نفسي عشان الناس يتقبلوني. لا، انا بحب نفسي عشان انا ابغى احب نفسي، انا بتقبل نفسي عشان انا ابغى اتقبل نفسي. هذه هي جوده الحياه، اني انا اعيش كذا، هذه الحياه الجيده. اني انا ابغى اتحرر من هالمشاعر السلبيه، ما ابغى اعيشها.